خلينا اليوم نبدأ محاضرتنا. محاضرتنا راح تكون بعنوان الفيرال اكسانثيمز او اكسانثيما. طلاب، هذه هي المحاضرة الأولى من السيشن الرابع. طبعا الجزء الثاني او المحاضره الثانيه هو ان شاء الله الساعه 12. ركزوا وياي الساعه 12، لان الرجل دكتور عدنان عنده التزام باستشاريه بالمستشفى وعنده مرضى، وقلت لكم مع ذلك راح يحاول يجي ان شاء الله الساعه 12 وينطيكم الجزء الثاني من هذا السيشن. هذه بما معناه محاضرتنا اليوم تتحدث عن الطفح الجلدي الفيروسي. الطفح الجلدي الفيروسي، هذا المرض يسبب أنواع من الفيروسات. اليوم راح ندرج البعض من عندها. والميزلز فيروس، فيروس الحصبة، يعتبر هو the first one that caused this disease. من الصفات الرئيسية للميزلز فيروس important properties راح يكون هو كما يلي: العائلة اللي يعود إلها هذا الفيروس هو بارامكزو فيريداي، من يا جينس، من جينس الموربيلي فيروس. الميزلز فيروس هو بارامكزو فيروس. ليش سمي بهذا الاسم يعني الموربيلي فيروس؟ لأن عنده افينيتي قوية للميوكس ممبرين. باليوناني يعني هاي التسمية اجتي انه باليوناني هو ميكزا وبالعربي هو الميوكس. الهيومن يعتبر هو الناتشرال هوست لهذا الفيروس. الفيروس هذا ما ينتقل عن طريق الحيوانات اطلاقا. كم سيروتايب، كم نمط مصلي لهذا الفيروس؟ انه فقط سينجل سيروتايب، نمط مصلي واحد. طلاب، كل شيء تشوفوه اني يعني بطبعي دائما بالمحاضره من اظلل الشيء، انطيفه لون مميز، يعني هذا شيء له اهميه، يعني اقروه، يعني ركزوا عليه. الاشياء المهمه عاده انطيها لون وانطيها فتمييز عن باقي العبارات الثانيه نظرا لاهميتها. استراكشر اوف ميزلز فيروس، يعني شنو يعني بنيه هذا الفيروس او تركيب هذا الفيروس. طلاب، خلوا ببالكم الفيروسات عادة هي تقسم قسمين، يعني عندنا الـ DNA فيروس وعندنا الـ RNA فيروس، يعني هذه حسب الجينوم، حسب المادة الوراثية. فإذا كانت المادة الوراثية RNA نسميها من مجموعة الـ RNA فيروس، وإذا كان الجينوم DNA فيروس نسميها من مجموعة الـ DNA فيروس. فالميزلز اليوم موضوعنا هو من يا مجموعة تشوفوا أمامكم، هو من مجموعة الـ RNA فيروس اللي يكون هو انفيلوب RNA فيروس، لأن عادة الفيروسات أكو انفيلوب وأكو نان انفيلوب، يعني أكو بيها غلاف خارجي يحيط بتركيب الفيروس وأكو ما بيها غلاف خارجي، فهو من نوع الانفيلوب RNA فيروس. It contain non-segmented negative single strand RNA. هذا الجينوم هو ممكن يكون نيجاتيف سينجل ستراند وممكن يكون بوزيتيف سينجل ستراند ار ان اي. فبحالة الميزل فيروس هو نان سيجمنتد نيجاتيف سينجل ستراند ار ان اي. شكل الشيب اوف ذيس فيروس، شكل هذا الفيروس هو كروي، والتناظر راح يكون هو تناظر حلزوني. الصفة الثانية وهي المهمة فيروس الحصبة هو انه هذا الفيروس يمتلك نوعين من السبايكس، من الاشواك بالغلاف الخارجي، وهي كلش مهمه بالباثوجينيسيس للفيروس، يعني بالاصابه من يصيب الخلايا جسم الانسان. السبايكس شنو نوعها؟ عندنا قلنا نوعين، هي طبعا تو جلايكوبروتين سبايكس. النوع الاول هو اف بروتين، يسموها اف بروتين، جايه من كلمه فيوجن. هذه السبايكس شنو دورها؟ شنو اللي يسوي؟ هي responsible for fusion of virus and host cell membrane. هي راح تساعد الفيروس حتى يسوي binding، يرتبط بالcell membrane سطح الخلية، ومن ثم بعدين تعرفون راح يصير penetration للفيروس إلى
داخل، يدخل إلى داخل الخلية وتصير حالة النيمو ليسيس. النوع الثاني من هذه السبايكس، نعم عنده نوع ثاني اللي هي اتش بروتين سبايكس اللي نسميها هيما جليوتينين. خاف واحد يسأل هاي منين اجت الاتش دكتورة، هي كلمة هيما جليوتينين سبايكس ماخذين الحرف الأول فتسمى بالاتش بروتين سبايكس. هذه شنو دورها؟ دورها انه ايضا بال العفو دور الاولى هي اندماج الفيروس مع سطح الخليه، ودور هذه هو ارتباط البايندينج اوف فيروس تو ذا سيل، ارتباط الفيروس بسطح الخليه. سورس اند ترانسميشن، خلينا نتعرف على طرق انتقال هذا الفيروس. احنا قبل شويه قلنا وراح نعيدها مره ثانيه انه الناتشرال هوست لهذا الفيروس هو الهيومن، يصيب الهيومن نو انيمال، ما راح يصيب الحيوانات اطلاقا. وهذا الفيروس معدي تقريبا بنسبه 90% يسبب اصابه، وراح ينتقل عن طريق دقائق الفيروس المحموله بالجو Airborne Droplets. يعني شنو دقائق الفيروس المحموله بالجو؟ هاي منين تيجي؟ هذه تيجي طلاب لما شخص مصاب بالميزلز بهذا الفيروس اثناء العطس سنيزنج، اثناء ما ينكح كافينج، راح الفيروس للجو ولا بيدعمش. ذاك الشخص مصاب قح عطس مولى بالجو، يجي الشخص السليم يستنشق ده يتنفس، يستنشق ياخذ اكسجين، راح ياخذ وياها شنو؟ ياخذ وياها دم ولو تالي راح تدخل الى داخل الجهاز عنده اصابه. بدك تفهم يعني الاشياء الاساسيه وبصوره مبسطه. دكتورة، بس شنو الفرق بين النيجاتيف والبوزيتيف هذه ما اريد سينجل سترانت؟ نا اي سؤال حلو، هندخل بيها بالتفاصيل لان مو موضوعنا نهائيا. هذه بالترانسكريبشن وبالريبليكيشن وفد اليات كلش هوايه ما نريد ندخل بيها، احنا بس نريد نعرف سنجل لو العفو نيجاتيف لو بوزيتيف. هذه بيها شرح هوايه ماما، تدخل بالاستنساخ وتدخل بالريبليكيشن وتدخل بمواضيع ثانيه هي ما راح مو صلب موضوعنا. احنا لو مثلا ام جي دي، لو يعني ايش اقول لك موليكيولار موضوعنا، اي هاي ندخل بيها وضروري نتحدث فيها، لكن احنا موضوعنا غير شكل هنا، بدنا ناخذ الفايرال انفكشن. واذا انت للشغله الشخصيه تريدون تحبون تعرفوها من عندي انزل لكم الاجابه للاستفاده، ما عندي مشكله اكتب لكم اجابه حلوه ومرتبه وملخصه، اخاف تظل ببالك تريد تعرفها للمستقبل، لكن الموضوع بعيد تمام تتدلل الموضوع. زين دكتورة، شو تحبين الأسئلة؟ يعني وين السلايدات؟ لو بنهاية المحاضرة نسألك. لا بنهايه المحاضره خلي نكمل ونشوف، نخاف اشياء كنت ما تمام فاهمها يجوز انا هسه من اشرحها راح تفهمها. ها تمام اي تمام اكيد انتوا مع قريتوها السلامة. وشفتوها يجوز تفهمها فخلاص هي تجيك الاجابه اوتوماتيكلي. تمام، شكرا دكتور. العفو الباثو جينيسيس، طبعا احنا قبل شويه قلنا وفهمناها حلوه، الموضوع سهل انه شخص مصاب يعطس يقح خلاص هو طرح الفيروس بالجو يجي الشخص السليم تنتقل للاصابه. هذا الفيروس راح يدخل، اول ما يدخل يدخل لجهاز التنفسي عن طريق مجرى التنفسي، تتنفس عن طريق الانف او عن طريق الفم اثناء الكلام هم يدخل اكسجين، فراح يدخل هذا الفيروس الى المجرى التنفسي راح يهيا يا خلايا بيهم اللي هي راح تكون lining the upper respiratory tract اللي هي الابيثيليال سيلز. احنا قبل شويه قلنا بالاول الفيروس عنده نوعين من الاشواك، هنا لازم يستغل هنا ويشتغل، دخل وصل للخلايا الهدف عنده نوعين من الاشواك، هنا ايش راح يصير بالابيثيليال سيلز؟ راح اول دور يجي هو دور الاتش بروتين سبايكس اللي قلنا راح تساعد الفيروس بعملية البايندينج ويا من؟ ويا السيل ممبرين. الفيروس راح يرتبط مع السيل ممبرين للخلية اللي يصيبها،
وراها ارتبط الفيروس هسه بسطح الخلية بالإبيثيليا سيلز، راح يجي دور منو؟ يجي دور الاف بروتين اللي هي الفيوجن بروتين، هذه السبايكس، هذه راح تساعد يصير فيوجن بين الفيروس وبين الهوست سيل. هنا راح يبدي يدخل الى داخل الخلية، يصير بنتريشن. هنا أنا هذه من يدخل داخل الخلية مو يقعد ويسكت الفيروس، هو العش عده جاي يريد يصيب الخلية، راح تبدي عملية الريبليكيشن. يبدي طبعا تعرفون تضاعف والتكاثر كلش سريع للفيروسات، فراح يبدي يصير عنده ريبليكيشن، يبدي يتضاعف داخل الخلايا ويصير عملية التكاثر. وراها وين راح ينتقل؟ راح ينتقل للليمف نود، للعقد اللمفاوية. طبعا ما راح يقعد ويسكت، هم يستمر بالتضاعف والتكاثر. افتر 2 إلى 3 أيام من الريبليكيشن، بعد 2 إلى 3 أيام من عملية الريبليكيشن، وهو هسه وين الفيروس موجود؟ بالعقد اللمفاوية. وراها يطلع وين يروح؟ يروح يدخل إلى البلد، يدخل للدم، يدخل إلى مجرى الدم. هنا ايش راح يصير طلاب؟ يصير عند البيشنت برايمري فايريميا، ما راح يقعد ويسكت، تتوسع العدوى وتنتشر العدوى، وممكن يوصل للإندوثيليال سيستم. وأيضا يصير more replication or further replication take place in this site. مستمر الفيروس بالتضاعف ومستمر بالتكاثر. هذه هي الباثوجينيسيس للميسلز. يستمر وصل للإندوثيليال. هنا ممكن ينتقل بعدها إلى أعضاء أخرى بالجسم، راح يصير سكندري فايريميا، ممكن يوصل للسبلين، للثايموس، لللانك، للليفر، للكدني، وياها يتضاعف مستمر. شوفوا فارثر ريبليكيشن، فارثر ريبليكيشن، مستمر بالتضاعف والتكاثر. ممكن حتى يصيب الانتستين ويصيب البرين، بحالة يعني يصير عنده كومبليكيشن البيشنت. وراها راح يوصل إلى الجلد. فمن يوصل للجلد، شايفين انتوا الواحد مصاب بالحصبة طلاب؟ ما حد شايف واحد مصاب بالحصبة؟ ما عندكم طفل بالبيت؟ ولا هو سماكم المرض انقرض؟ ما حد شايف طفل مصاب بالحصبة؟ ماشي، ما حد شايف، خلي بابا على الصور. لما يوصل للجلد ده تشوفون هاي امامكم الصور، راح يبدي يظهر الطفح الجلدي على جلد الشخص المصاب اللي هو يكون طفل. وسبب ظهور هذا الطفح هو انه السايتوتوكسيك تي سيل، سايتوتوكسيك تي سيل الموجودة بالجسم تبدي تسوي اتاك، تبدي تهاجم الميزوز فيروس، فيؤدي الى ظهور الرعش او الطفح الجلدي مثل ما نلاحظ بهذه الصور اللي امامكم. جايبة لكم صورة هذه الاولى، او خلينا نقول من اليمين، كلش الاصابة عنده قوية، وهاي الصورة يعني يوضح لك انه هو الرش على كل اجزاء الجسم، ظهر، بطن، وجه، بكل اجزاء جسمه. فده تشوفوها واضحة جدا، منتشر بكل انحاء جسم الشخص المصاب، وتكون على شكل بقع حمراء كبيرة وكلش واضحة تشوفها، يعني حتى شكله يعني تحسه شكله كلش يتغير البيشنت. طبعا دكتور عدنان راح يحكي لكم من ناحية الكلينيكال الأعراض، شي يصير عنده، محاضرة كلش حلوة إن شاء الله. أنا أحكي لكم عن البيزك ستراكشر، وأمور بسيطة، والبراتري دايجنوسيس. البراتري دايجنوسيس بالمختبر شلون نشخص الميزوز فيروس؟ مختبريا عندنا عنده طرق حتى نشخص هذا الفيروس. هي ممكن أول طريقة وهي معروفة بس ما يشتغلوها طلاب قليل، لأن ما متوفرة الخلايا، إنه الايزوليشن اوف فيروس ان سيل كلتشر، عادة يسموه عزل. هاي لازم ايزوليشن مو ديتكشن. ويا السيل كلتشر تستخدم عبارة ايزوليشن، هو عزل وتشخيص الفيروس على خلايا. كل فيروس عنده خلايا خاصة يوفروها ويبدون يزرعون ويعزلون الفيروس، هاي أول طريقة. ممكن طريقة ثانية نشخص الفيروس سيرولوجيكال تيست، اختبارات مصلية مثل اختبار الألايزا معروف. هذا شنو اختبار الألايزا؟ يقيس نسبة الاي جي ام الانتي بودي بدم الشخص المصاب، ويشوف النسبة قد، ويعرف هذا الشخص مصاب ام لا. وممكن اكو طريقة جينيتيك اللي هي طريقة البي سي ار تكنيك ايضا. اذا كم طريقة عندنا اللابراتوري دايجنوسيس؟ هاي 3. لما اسألك اقول لك شنو اللابراتوري دايجنوسيس، تعطيني مثلا 3 طرق. دي شوفون هاني شلون مش سهلة، لا جبت شرحهن، لا
أعجبت، ما أريد، ما أريد أني لا عندي موضوع فيرولوجي بيور وأقول لك تعال اشرح لي على السيل كولتشر، ولا عندي ام جي دي وأقول لك اشرح لي على البي سي آر، ولا عندي ميونيتي وأند انفكشن حتى أقول لك اشرح لي على الإلايزا. ماشي، أنا هنا أريد منك بس تفهم لي النقاط الأساسية وتعرف إحنا عن يمن نسولف، وهذه حتى تبقى وياك طول العمر، تعرف طرق تشخيص فيروس الميسوس. هاي عندنا 3 طرق، بقى تفاصيلها هاي بمواضيع ثانية تأخذها، بقى تسألني تقول لي أريد أفهم شنو تفصيل هذه شنو تفصيل هذه. لغرض المعرفة من عيوني، أي واحد يحب يعرف أي شيء يطرح لنا إياه وأجيب له الإجابة الحلوة المرتبة وأرفعها للكل حتى يستفادون. التايب اوف سامبلز، اوكي احنا قلنا نعزله ممكن على الخلايا وممكن اختبارات مناعيه وممكن عن طريق البي سي ار. كلكم تعرفون البي سي ار، بس حتى اللي ما يعرفه عرفه من ورا كورونا، مو كل واحد هسه يريد يسافر جيبوا نعم بي سي ار، بالطبع. يريد وين يروح جيبوا بي سي ار، فالناس حتى اللي ما يعرفه عرف شنو البي سي ار. طيب انا من اريد يعني اكشف عن هذا الفيروس بوحده من هذه الطرق، ايش اخذ؟ ممكن اخذ البلاس سامبلز، اخذ دم من الشخص المصاب. هذه بمن يفيدني الدم؟ يفيدني بالاختبارات المناعيه. طيب لا، بالاختبارات المناعيه تريد تقدر اي جي ام اي جي جي، واعتقد ايضا عندكم اشخاص اذا مو انت واحد من عائلتك من جيرانك من يروح بحاله كورونا ياخذون منه دم يشوفون الاي جي ام والاي جي جي. زين، او ياخذون مسحه، هاي تشوفوها كلكم اخذوا منكم هذه المسحه من المجرى النيزوفرنجيال سواب، مسحه ويشتغلون عليها تفيد بالبي سي ار وبالسيل كولتشر، وممكن ثروت سوابس، ممكن مسحات وممكن دم ناخذ من البيشنت ونكشف عن وجود هذا الفيروس. كنترول اند بريفنشن، عندنا عندي اني علاج فعال ضد الميزلز كسبيسيفيك للميزلز ماكو، لكن ممكن رايبوفيرين يعني ينطوه، لكن هو سبيسيفيك إلى لا. طبعا اكو لقاح، نعم اكو لقاح معروف، هذا اللقاح من نوع اللايف اتنويتد فايرال فاكسين يسموه الام ام ار. هذا اللقاح ثلاثي يشتغل على الميزلز على الحصبه ويشتغل على المابس النكاف ويشتغل على الروبلة، فيسموه ام ام ار، ماخذين من كل اسم الحرف الاول. هذا اللقاح عادة يعني يكون 2 دوزز، يطوب جرعتين، الجرعة الأولى تكون بعمر من 12 شهر إلى 15 شهر يا ينطوها للبيشنت، والجرعة الثانية من 4 إلى 6 سنوات. هذا الفاكسين هو مرخص يعني للاستخدام فقط للأطفال، انتبهوا لي، اللي أعمارهم من 12 شهر لحد 12 سنة فقط، لهذول الأطفال. زين، والأطفال الرضع هذه اللي أنا هسه حاصرتها بالمستطيل الأحمر، الانفنت ار بروتكتد during the first 6 months of life. هذول الأطفال الرضع المولودين هم أصلاً محميين بالإصابة من هذا الفيروس خلال ال6 شهور الأولى من عمرهم، بال6 شهور الأولى ولا ما تصير عندهم مصابة. ليش؟ هذه مهمة، شوفوها حتى خلتها بمستطيل أحمر وأصفر، أحمر للخطر وأصفر للتنبيه، لأن بهذا العمر هم أصلا. أو ليش ما أريد واحد يجاوبني؟ ممكن مو يجاوبني على هذا السؤال، ترى هو موجود الحل، دكتورة، يلا جاوبيني. دكتورة لأن هو أصلا يكون عنده الأنتي بودي الأي جي أم يعني من الأم ينتقل عن طريق البلازما. عاشت إيدك، شنو اسمك؟ زينب سلام. زينب، اعطيني اسمك الكامل. زينب سلام جواد. نجوات. بس دكتور يجينا الاي طالب، جي ام لو الاي جي جي؟ شو تقول زينب؟ منو بيهم؟ ها زينب كملي لنا الإجابة حتى هاي عليها درجة، أتركها لكم واللي يجيب لي الإجابة الصحيحة أحسب لها درجة. شو تقولون طلاب، سمعتوا؟ مش منو حضرتك سألت؟ دكتورة مين ماما شو هيموجلوبين جي دكتورة؟ مجتبى مجتبى أحسن. مجتبى يسأل؟ زينب طرحت قالت عندهم انتي بودي، هي ذكرت الاي جي ام، هسه خلينا نقول ما ذكرت، عندهم انتي بودي لان اصلا ما اخذها من المدر. رجع مجتبى سالها قال دكتور الاي جي ام لو الاي جي جي؟ انا استوها بتعرف حلقي دا اجاوب بس حتى اساعدكم، برايكم شو تقولون اي جي ام دكتورة لو جي اي جي جي؟ المتاكد تماما يجاوبني هسه، ترى واسجل الاجابه امام اسمه، والما متاكد يقدر بالمحاضره الجايه يتناقش بيها وعليها درجه. شو تقولون؟ بس اريد السبب.
جي. منو شنو؟ نعم دكتور. يلا من يجاوبني؟ اي جي ام لو اي جي جي؟ لو اثنين هن، لو لو ولا اي جي واحد. ام جي. ها منو اللي قال جي؟ انت الاخير. نعم دكتورة. ها شنو اسمك؟ حسام نعمة. حسام شو تقول؟ دكتورة امين جلوبين جي لان ينتقل خلال البلاسينتا عن طريق الموليكولر ويت مالته، اما امين جلوبين جي ما يقدر ينتقل عن طريق البلاسينتا. حلو، هاي اجابتك سجلناها. بعد منو دكتور الاي يوافق حسام ومنو يعترض على كلامه؟ دكتور الاي جي جي لان الام ماخذه لقاح لهذا بالاي جي جي بالكرونيك، اما الاي جي الأم، ام هو بالاكيوت. الأم شنو جوابك؟ خلي إذا الام سجل اكتبه وياه، لأن ما أخذ الام لقاح. ما اخذ إيه لقاح يعني صار عندها انتي بودي عافية. إيه في الاي جي جي يطلع بالكرونيك يعني على فترة شنو طويلة، اما اسمك؟ الاي جي ام بس اول اسبوعين. مجتبى حسن. حلو حلو، شنو اسمك؟ دكتور مجتبى حسن. مجتبى. بعد منو عنده إجابة؟ يلا فكروا. دكتور الام الاي جي جي لان اتفق احسن اي جي جي لان الاي جي جي حجمه كلش صغير فقدر يفوت من البلاسنت للطفل. شنو اسمك؟ أمين. علي عبد الأمير. بعد بعد حلو، هاي دكتور سجلت اسماءكم. هذا دكتور أي الجواب راح اني اسوي لكم جواب علمي مضبوط وحلو وارفع لكم اياه احتمال حتى على الكلاس روم للغرض الاستفاده. هسه كل واحد انطاني راي، كل واحد انطاني راي. بعد منو عنده راي؟ دكتور أجاوب يلا جاوب. اي دكتور اي جي ام لان هو مثل ما قالوا بالكيوت، لو اي جي جي يبقى بالجسم فما نحتاج انه نعطي فاكسين، فهو بالكيوت والدور يختفي يحتاج نعطي فاكسين. شنو اسمك؟ عباس منصور. عباس منصور اللي اذكرك اجي تنقل من البصرة، اي نعم دكتور. اذكرك من كنت مدير التسجيل. آه ماشي. بعد منو عنده اجابة؟ ماما لا تخافون تراني يعني بالعكس حلو، راح ننشر لكم ليش اذا اي جي جي وليش اذا اي جي ام ويجوز مو هن ويجوز، يعني ننشر الاجابة اللي هي تفيد الكل والاجابات الصحيحة راح عليها درجة. هذا نشاط. يلا دكتورة بعد يلا. ها هو راح الدكتور اعطي حسب بوز. المولكيولر يعني ها الاي جي ام حسب اي المولكيولر ويت. دكتور الاي جي ام ما يقدر يعبر بلاسنتا لانه هاي مولكيولر ويت، بينما الاي جي يعني جي يقدر يعبر. توافق، يعني توافق علي عبد الامير، يعني توافق نفس جواب علي عبد الامير. نعم دكتور شنو اسمك؟ احمد غلطان. احمد غلطان. بعد اكو اجابات لو نكمل شرح. دكتور هو المولكيولر ويت. منو انت؟ شنو اسمك؟ علي المرتضى ضياء. دكتور علي المرتضى. انت وعلي عبد الامير واحمد غلطان، هذه اجابتكم نفس الشيء. ماشي، هذا راح اعتبره كويز، وانتو الاجابات الصحيحه ننشر الجواب الصحيح ان شاء الله احتمال ينزل على الكلاس روم وبين لكم الاسباب اجابه علميه مرتبه، والإجابة كل من راح يقرأ راح يعرف إجابته والإجابة الصحيحة، هذه راح أعتبره كويس. ماشي نستمر حتى ما نتأخر. وين وصلنا طلاب؟ شرحنا بالضبط هذه اللقاح. هسا عرفنا إحنا اسم اللقاح شنو هو. MMR الروبيلا. بعد احنا قلنا the first one of virus that cause the exanthema هو الميزز فيروس. ماشي الفيروس الثاني هاي بس الاشياء المهمه نعطيكم عنها وحلو واحد يستفاد من عندها. ما ندخل ديب يا دوب، هي هذه صارت عندي 36 شريحه وبعد عندكم محاضره الدكتور عدنان ان شاء الله كافيه ووافيه. الروبيلا فيروس، الفيروس الثاني اللي يسبب الطفح الجلدي الفيروسي هو الروبيلا فيروس. شنو الامبورتنت بروبرتيز له؟ ايضا الروبيلا فيروس سامعين بالحصبه الالمانيه طلاب الجيرمان ميزلز، هو نفسه الروبيلا فيروس الحصبه الالمانيه. يا عائله، هذا التصنيف هم احفظوه طلاب، من يا عائله يعود الى عائله التوغافيريداي، وهو الجينس الوحيد اللي هو الروبي فيروس. نفس الحاله انه الهيومن يعتبر الناتشرال هوست للفيروس، بحيث هذا الفيروس يصير بي ملتبلاي بالسيتوبلازم للخليه اللي يصيبها ما يصيب الحيوانات، ونفس الشيء انه هو 1 سيرو تايب او سينجل سيرو تايب،
يعني خاف طالب يخطر باله يقول دكتورة شنو وان سيرو تايب؟ شوفوا طلاب بعض الفيروسات بيها أكثر من سيرو تايب، سيرو تايب 1 2 3 A B C D هواية هيجي، يعني أكو تصنيفات إنه يجي بيه فد سيرو تايب، تصنيفات عديدة من 1 إلى 8، من A إلى G وهكذا. من أقول وان سيرو تايب خلص هو يجي وان سيرو تايب، ما بي بعد أنواع ثانية. Structure of روبلا، بنية أو تركيب هذا الفيروس، شوفوا لي باعوا لي على الفيجر اللي قدامكم. مثل ما تلاحظ شكله شنو؟ راح يكون كروي الشكل. لما أقول لك شنو الشيب؟ فد فراغ، فد ام سي كيو، فد سوا، شنو الشيب؟ تقول لي كروي الشكل، محاط من الخارج بالليبيد انفلوب. إذا هو من الفيروسات المغلفة اللي تمتلي غلاف خارجي، مو نيكتيف فيروس، مو فيروسات عارية. الجينوم هو بوزيتيف سنت، راح يكون سنجل ستراند ار ان اي. احنا متفقين اليوم احنا بدنا نتحدث عن مجموعه الار ان اي فيروس، ار ان اي فيروس. نيوكليو كابسيد له راح تكون هي ايكوزاهيدرال، و الروبيلا بي سبايك وحده. الميزاز احنا قلنا على السطح الخارجي بيها 2 من السبايكات، وحده من عندهم تساعدها ترتبط بالخليه، والثانيه يندمج الفيروس ومن بعد الاندماج يدخل الى داخل الخليه. هذا الروبيلا عنده نوع واحد من السبايك اللي هو الاتش بروتين. انتم لازم تعرفون الاتش بروتين شنو وظيفتها، تقول لي responsible for binding of virus to the host cells. هذا كل اللي اريده منكم بالimportant properties. Source and transmission. Respiratory routes عندنا acquired روبيلا during pregnancy. نفس الحالة يعني ما نعيدها، انه نفس الميزلز تصير الاصابة عن طريق دقائق الفيروس الموجودة بالجو اللي هي جتنا من الشخص المصاب، جاء الشخص السليم تنفس اخذها انصاب وهكذا. اثناء الكافينج، اثناء السنيزنج، اثناء حتى التوكينج لما يتكلم الشخص ممكن ان يطرح دقائق الفيروس الى الخارج. ممكن بعد النوع الثاني بالروبيلا تصير الاصابة اثناء فترة الحمل، اثناء فترة الحمل، بحيث الأم المصابة راح تنقل الإصابة لمن تهير فيتس للجنين عن طريق البلاسنتا شوكت بالفيرست ترايمستر اوف بريجنانسي، بالفترة الأولى بالثلث الأول من الحمل، وهذه كونجينيتال روبيلا نسميها. وبالتالي النتيجة شنو؟ انتقل للطفل، راح تولد جنين أو مولود جديد راح يكون مصاب بالروبيلا. إذا هسه الإصابة في نوعين، الميزلز فقط عن طريق الريسبيراتوري روت. ها طلع فهمتوها، بالروبيلا ريسبيراتوري روت، وممكن تكون عن طريق البلاسنتا من الأم الحامل إلى الجنين. إذا types of روبيلا infection، قول لي postnatal روبيلا، congenital روبيلا syndrome. نوعين انا كاتبتها اصلا. ال postnatal it occur during خلال فترة ال يعني childhood، خلال فترة ال يعني الطفل استوى مولود. adult infection occur through mucosa of the upper respiratory tract and spread to cervical lymph node. التعريف بسيط. Congenital Rubella Syndrome هذه شوية ركزت عليها لأن مهمة، بس إيش ركزت عليها؟ بس بثلاث صور مو كلش، يعني نسميها CRS. هذه احنا قلنا قبل شوية انه الإصابة تصير بالأم الحامل خلال 3 شهور الأولى من الحمل وتنقلها للجنين عن طريق البلاسنتا، ف يصير عندها فد Congenital Defect. CRS هذه بالنتيجة راح يجي المولود للدنيا هو عنده فت تشوهات، عنده فت تشوهات ومصاب بالروبيلا. فالروبيلا ايش راح تسوي؟ تسوي عنده فت تشوهات معينة. شوفوا هاي الصور اللي أمامكم، ممكن يصير عنده خلي أنتقل لهاي الشريحة، يعني يمكن هاي الشريحة المفروض ورا ذيك شوية عندي بالتسلسل. ممكن يصير عنده يجي بي الطفل تشوهات بالقلب بالهارت، فيصير عنده BDA patent arteriosus، وممكن يصير عنده تشوهات بالايز
فهنا تتضرر عند الكاتاراك، تصير عنده ممكن تشوهات بالبرين، ممكن تشوهات بالبرين بحيث راسه ده تشوفوه يكون صغر الرأس المايكروسيفالي، أو حتى يعني من يصير عنده بالبرين يصير عنده ديفنس، ممكن أن ينولد وهو عنده يعني فقدان السمع. إذا 3 أنواع من التشوهات تكون عند الطفل المولود جديد اللي هو أخذ الإصابة من أمه أثناء الحمل، بالروبلة، هي ممكن بالهارت وممكن بالآي وممكن بالبرين. الباثوجينيسيس اند اميونيتي، الباثوجينيسيس هي تشبه عادة الباثوجينيسيس اللي معناها للميزوز فيروس، ماشي؟ ونهاية انه يعني نتيجة يصير في التفاعل بين الانتيجين والانتيبادي. The rash is may result from antigen antibody or antibody antigen reaction that mediated vasculitis. راح يظهر الطفح الجلدي على جلد الشخص المصاب، نتيجة يصير عنده التهاب بالأوعية الدموية. The infection confer الشخص اللي ينصاب بالروبيلا فيروس راح تصير عنده يعني تمنح عنده مناعة مدى الحياة بعد ما ينصاب. The infection confer lifelong immunity. Secondary infection of روبيلا doesn't occur. انصاب بالروبيلا بعد ما ينصاب مرة ثانية يصير عنده مناعة مدى الحياة. One attack of روبيلا infection or protect for life. ماشي؟ اللابوراتوري دايجنوسيس نفس الحالة، أخذوها قاعدة طلاب، هذه أخذوها قاعدة طول العمر. الفيروسات ممكن نسوي لها عزل وتشخيص isolation على السيل كولتشر، أو ممكن اختبارات سيرولوجيكال تيست باختبار الإلايزا حتى نشوف الاي جي ام، نكشف لقياس وتقدير الاي جي ام انتيبادي. ممكن واحد يخطر ببال الاي جي ام المن للام الحامل لو للجنين لو المن. Detection of اي جي ام in serum of a pregnant or a newborn، اما للام الحامل او للجنين اول ما ينولد. ممكن ايضا اختبار ثاني نسميه اتش اي اي راديو ميون. وممكن الفيروس ممكن ناخذ بلاد من عنده حتى نسوي له اختبارات مناعية، ممكن ثروت سواب، ممكن حتى ناخذ هنا بالروبلة اليورين سامبل، او ممكن ايضا امنيوتيك فلود، السائل هذا اللي يحيط بالجنين. هاي حالة لما نصير الإصابة بالجنين عند الحمل، فالسائل اللي يحيط بالجنين بالثلث الأول بالفترة الأولى من الحمل أيضا ممكن أن ياخذون عينة من عنده ويكشفون عن وجود الروبلة. Control and Prevention، انتوا اذا مركزين وياي واذا اني شرحي واضح طلاب بدا تفهمون علي، لو اكو صعوبة بالشرح. واضح دكتور، واضح. واضح؟ لا يعني هم نعيد الحكي، يقدر واحد يقدر اذا قدر يعني جمع شوية وياي، ان هو نفس اللقاح. احنا قبل شوية قلنا شنو اسم اللقاح للميزلز، قلنا والمابس والروبيلا، هو نفس اللقاح. فبريفنشن هو نفس اللقاح يستخدم بحالة الروبلة. يقدر يشرح لي على السريع بدون ما يشوف يعني فهم علي؟ خلي اشوف فهمته. هذا اللقاح كم دوز يطوط طلاب الشخص حتى يحموه من الإصابة بالروبلة؟ دكتورة يعطونا خلال جمعتين، يعني الجمعة جرعتين، الأولى من 12 إلى 15، والجرعة الجمعة الثانية، الثانية خلال اللي هي 4 سنين إلى 6 سنين، اي هاي المدة. هاي المدة، ويعتبر هو سيف إلى ينطوه أيضا لحد عمر 12 على شكل جرعتين، أكثر من هذا ما يصير. هذا اللقاح شرط ما ينطوه للبريجننت وومن واللي عندهم نقص بالمناعة، ما يصير. روبيلا فيروس، اكو في الديفرنسز بتوين ميزلز اند روبيلا، احنا حكينا عن الميزلز وحكينا عن الروبيلا. طلاب بس انتبهوا لي وركزوا لي شوية، وانا لاحظت هواية بالانترنت، هواية ناس من يشتغلون بحوث يجي يكتب الربيولا ويكتب روبيلا وعباله هي روبيلا نفسها. لا لا، بس هذه اريدكم تميزون. ما اعرف، انا شفت بحث مره جماعه مخربطين بيه وعجبني احط لكم هذا الجدول. الك للفائده انه
الروبيولا المقصود بها هي الميزلز الحصبة، والروبيلا شوفوا هي الفرق ايش قد كم حرف، لكن هاي توقعك بالخطأ. الروبيلا هي الجيرمان ميزلز، هي الحصبة الأم. الميزلز عادة الحصبة منين يميزوها؟ بالكوبليك سبوت، هسه راح أتحدث لكم عنها دكتور عدنان. هذه الحبيبات اللي تطلع بالفم وكذا، رأسا أول ما يشوفوها عند الطبيب يعرف عندها حصبة بالكوبليك سبوت. الحصبة الألمانية يعرفوا عن طريق الارثيماتوس راش. الميزلز تعود للبارامكزو فيروس، وقلناها احنا من حكينا عن الامبورتنت بروبرتيز. والجيرمان ميزلز للتوكا فيروس. انا اهم شيء اريدكم تميزون بين الروبيلا والروبيولا، لا توقعون بالغلط، هذه حصبه وهذه حصبه المانيه. فارسيلا زوستر فيروس. هسه احنا كم فيروس اخذنا؟ جاوبوني. اللي يسبب الاكسانثيم او اكسانثيمز، كم فيروس؟ ميزلز وروبيلا. بعد هسه ايش عندنا؟ هيومن هيربس فيروس ممكن ايضا. هذا الهيومن هيربس فيروس راح يكون بثمان انواع. ثمان انواع عندنا، الهيربس فيروس نمبر 1، هيربس فيروس 2، هذا يسموه هيربس سامبلكس فيروس. عندنا الهيربس فيروس 3 اللي هو الفارسيلا زوستر فيروس، او عندنا الهيربس فيروس 4 ابشتاين بار فيروس، او عندنا الهيربس فيروس 5 اكيد سامعين بيه سايتوميغالو فيروس اللي يسبب حالة الابورشن عند الفيميل. هذه كلها المن تعود للهيربس، للهيومن هيربس فيروس. وعندنا 6 وال7، طبعا ال6 هو يسبب حالة انفيرتيليتي ميل، حالة العقم عند الرجال 6 تبتو، انه الهيربس فيروس 6 وبيه نمطين، بيه نمطين تو سيروتايب اللي هو الاي والبي، فثبتوا انه الاي هو يسبب حاله العقم عند الميل والفيميل. وعندك الهيربس فيروس 7 والهيربس فيروس 8. هسه تقول دكتور انا شو اسوي بيها؟ انا بس احكي على الفيروس، مو حتى تعرف الفيروسيلا زوستر فيروس منين جايه؟ جايه هي من مجموعه الهيربس فيروس اللي هي يا نوع بيهم النوع الثالث. هذه الفارسيلا زوستر فيروس تو كلينيكال ديزيز، السبب مرضين. السبب تشيكن بوكس، من يعرف تشيكن بوكس؟ شنو هذا يا مرض؟ شو اسمه؟ اعطيني اياه حتى لو مرض جبري اللي هو بالعامية شو نسميه؟ أبو خريان. عافية، منو قالت أبو خريان؟ عندي ترى شنو اسمك؟ شيرين سالم. يقول لي أبو خريان من البداية، وأبو خريان معروف الأطفال ينصابون بالفيرسيلا زوستر فيروس، ممكن يسبب التشيكن. الفيرسيلا هو يسبب التشيكن بوكس، والهيربس زوستر يسبب الشينجلز أو ما يسمى بالحزام الناري عند البالغين. هذا يكون عند الأطفال وهذا راح يكون عند البالغين. فلما اسالك عن الفارسيلا تقول لي تشيكن بوكس، لما اسالك عن الهيربس زوستر تقول لي شينجل. ماشي. الفارسيلا زوستر فيروس او ما يسمى بالتشيكن بوكس هو مرض معدي. انتم شايفين واحد يصيب يا ابو خريان شلون يعزلوا ويخافون من عند الام، تخاف تعزل ابنها عن باقي الاولاد او باقي الاطفال الباقين، او حتى اذا كان بالمدرسه ينطوا اجازه. مرض معدي جدا، لكن هو مرض حميد مو خبيث، يعني خاف واحد عباله غير الشكل، لا هو مجرد حبوب تظهر وهاي فتره تاخذ لها فتره وتروح. مرض حميد ليس خبيث. شلون نميزه؟ شلون يعرفون هذا الطفل صار بيه ابو خريان؟ من خلال ظهور الطفح الجلدي الحويصلي. منو بيكم شايف طفل مصاب بأبو خريان؟ أريد يشرح لي بس هاي الحبوب الظاهرة على الجلد شلونها؟ شايفيها الطلاب لو ما شايفيها؟ يصير في الطفح كأنه بها سائل، بها مي على ذلك، بها مي. اي بالبداية حمراء. شو اسمك؟ ما دا أشوفك. جاوب الولد. نعم دكتور، هذا عبد الله. اي علي، بالبدايه بس بعدين يصير بيها مي مثل ما قالت هنا الطالبه، فيصير يسموها طفح جلدي طفح جلدي حويصلي. تظهر بمناطق بالجسم، بالراس،
بالراس يعني بالوجي، وهو الراس كله تظهر به، او بالترانك بالنيك يعني العنق والجذع وهكذا، ويبدي يعني بعدين ينتشر بالجسم. اعراض هذا المرض راح تكون هي اكثر شده واكثر حده عند البالغين. الاعراض مالته اكثر شده عند البالغين، وخاصه الاشخاص اللي عندهم هم نقول عليهم بيون كومبرومايز انديفيدجوالز، تكون الاعراض كلش قويه. طبعا بعد ما ينصابون الاشخاص بهذا الفيروس، هذا الفيروس راح تكون عنده قابليه انه يختبئ. The virus go into hiding in the body، إلى قابلية أن يختبئ بجسم مناطق معينة، ومن ثم can reactivate later causing shingles. انصاب بالتشيكن بوكس، الفيروس اختبأ بمناطق معينة وخلص، مرت أيام مرت سنين، يختبئ ويظهر بعدين في فترة ما عند البلوغ، فراح يسبب الشينجلز. يعني من نشوف شخص مصاب بالشينجلز، هذا بالأساس هو كان مصاب بالتشيكن بوكس وظهرت عدة بعد فترة، بعد سنوات يعني، لأن الشينجلز يصيب الأدلت. الهيربس زوستر اللي هو الشينجلز، احنا هسه قلنا يختبئ تشيكن بوكس، وبعد سنوات يصير ري اكتيفيشن، يظهر لنا بشكل ثاني هو الشينجلز. فالهيربس زوستر شينجلز هو ري اكتيفيشن اوف لاتنت فارسيلا زوستر فيروس. هذا الشينجلز المن يصيب؟ يصيب الأشخاص اللي أعمارهم 50 وكذا، قلنا الأدلت البالغين والكبار بالعمر. هو هاد تشيكن بوكس أز تشيلدرن، اللي هم بالأصل كانوا مصابين بالتشيكن بوكس لما كان بالتشيكن بوكس لما كانوا بعمر الطفولة يعني. هل يعني يصيب الأطفال، يصيب المراهقين؟ نادر جدا، كما يصيب الأطفال أو يصيب التين ايج بهذا العمر، نادر. الشينجلز هو عبارة عن التهاب فيروسي حاد يظهر على الجلد على شكل حبوب طفح جلدي حويصلي. لكن شنو الميزة بيه؟ الميزة بيه انه يعني راح يصير على مسار عصب معين بالجسم. هسه راويكم صور راح تشوفه هيجي في شكل حزام بالبطن بالظهر. هسه اكو صور طلاب بشريحة، ما راح اراويكم شكله شلون يكون، يكون على مسار معين. طيب خلي نتعرف على الامبورتنت بروبرتيز. نفس الحالة هذه هسه حفظناها، انه من يا عائلة، من عائلة الهيربس بريداي، من يا جينوس يعود للفارسيلو فيروس. الجينوم هنا هو دي ان اي، الجينوم هو من ضمن مجموعة دي ان اي فيروس اللي يصير بي ملتبلاي ان ذا نيوكلياي اوف انفكتد سيلز. احنا اتفقنا البرايمري انفكشن، الاصابة الاولية راح تكون على شكل تشيكن بوكس، خلينا نقول ابو خريان هسه نعوف جدير الماء. ومن تتكرر الاصابة مرة ثانية يظهر لنا بيا شكل الشينجلز. كم سيروتايب إلى؟ سينجل سيروتايب، يعني مثل الميزلز ومثل الروبيلا. طيب ستراكشر شلون شكله هذا الفيروس؟ يا ترى هم مثل الميزلز مثل الروبيلا، بي غلاف ما بي سبايك ما بي، شكله كروي حلزوني، شنو الوضعيه؟ هو يمتلك نعم من ضمن الانفلوب فيروس، مو من ضمن النيكت فيروس العاريه اللي ما بيها غلاف. نعم بي كابسيد، شكله راح يكون كروي، و الجينوم هو دي ان اي وراح يكون دبل ستراند دي ان اي مو ار ان اي، طلع انتبهوا. نعم اكو سبايك اللي هي على السطح الخارجي على الغلاف الخارجي اللي هي كلايكوبروتينز، واكو فد تيجيومنت يسموه بين الكابسيد والانو، ففد فراغ، فد فراغ موجود بين الكبسوله الكابسيد الغلاف وبين الغلاف الخارجي. سورس اند ترانسميشن، طلاب النقطه الاولى والنقطه الثانيه اعتقد حفظتوها، بضل واحد يحكي لي اياها. نفس الميزوز نفس الروبيلا، شلون تصير الاصابه؟ اريد واحد من عندكم راح اعتبره كويز انطي درجه عاليه. النقطه دكتوره جاوب جاوبي بس، ها اريد شي فاهمته، احنا ترى كليتنا امامنا ودا نقرا، انت ايش فهمتي من الشرح؟ لا تقري لي، انا اذا تقرين انا قدامي انا خوب اقرا.
ايش فهمتي؟ شو راح تكون الاصابه؟ دكتوره هي يعني تنتقل عن طريق الايربون دروبلت، يعني اللي هو الشخص الكافنج السنيزنج، يعني تنتقل من الشخص المصاب عن طريق الكافنج السنيزنج الى الشخص ما مصاب، يعني تنتقل اليه. نعم، عن طريق شنو؟ يعني مثل شنو؟ اوكي، كافينج وسنيزنج قطس وقاح، يعني شلون؟ اشرحي لي اياها. يعني بالهواء، يعني تنتقل وتروح، بعدين يبدي الفيروس هو من انتقل من الشخص المصاب الى الشخص السليم، يبدي يعني يبدي الاكتيفيتي مالته عن طريق الاتش بروتين وال يعني ذني البروتينات اللي عنده بايندينج والفيوجن. ماشي، شنو الشخص اسمك؟ السليم ماشي، تبدي الاصابه الانفكشن. شنو اسمك؟ زينب سلام. سلام، شنو؟ جواد. نفس الشيء اللي قبل شوية قلتي اي جي ام، من سأل الولد على السؤال. اي نعم دكتور. نعم 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 دكتور. حتى اسجلها قدامك. اليوم زينب نشطة ويانا، طلاب اريد هذه، اريدكم اكتف. اني احتمال يعني حتى هذه الكويزات الاورال هي تغني عن الكويز الفورما. اني بالنسبة الي، اذا اشوفكم اكتف يعني بعد هسه خلينا نقول بعد فد 5 دقائق لحد ما نكمل الشرائح، او اشوفكم متفاعلين وياي، ممكن اعتبر لاي شخص تعجبني اجابته وصحيحه اعتبره هذا اورال يغني عن الفورما. الاسبوع الجاي اريدكم اكتف اكثر، وحتى مع بقيه الاساتذه هيجي اقرا احضر اتفاعل ويا المحاضره. لو ما عندك امتحان، هي هاي لك معلومات، يعني شنو هو الامتحان يجبرنا نقرا مثلا معلومات؟ ما يصير أستاذ قاعد ويشرح لكم وتعبان وحاضر وعارف مشاغله، وانت همات قاعد ومتابع الانترنت وفاتح الجهاز وتعبان، وتجي ما محضر. هو بروح لا تحضر احسن، اريدكم اكتف اكثر. قالت لنا زينب انه عن طريق الجهاز التنفسي يعطس يكح يتكلم، تصير دقائق الفيروس بالجو وياخذ هالشخص السليم ويصير الاصابه نفس الميزوز والروبيلا. النقطه الثالثه، ممكن يصير عندنا فد direct person to person contact with skin lesion، يعني يصير في التلامس بين الشخص السليم والشخص المصاب لهذه البثور لهذه الليجنز اللي ظهرت على الجلد، وبالتالي راح ينتشر الفيروس وينتقل للشخص السليم. ممكن يكون indirect transmission. شنو الindirect؟ يعني طريقة غير مباشرة، يصير تلامس بين الشخص السليم وبين حاجيات وأدوات الشخص المصاب، ملابسه، أغراض، أي شيء هو يستخدمه، يصير في التنامس بين الشخص السليم وبين الشخص المصاب، وبالتالي تنتقل الإصابة. الدايركت كونتاكت with the blisters ويا البثور of person with المصاب بالشينجلز can cause chicken pox in a person who has never had chicken pox and has not been vaccinated. شوفوا هذه شنو العبارة، احنا اتفقنا الشينجلز ما يظهر بالشخص البالغ الا اللهم هو كان شنو مصاب بالتشيكن بوكس، انصاب بالتشيكن بوكس بفترة الطفولة، صار هيدن للفيروس، اختبأ بالجسم وظهر من هو بالغ على شكل شينجلز. هاي انتهينا منها. يقول هنا بهذه العبارة direct contact with a person with shingles can cause chicken pox. شخص مصاب بالشينجلز، ماشي، شخص مصاب بالشينجلز واني صار تلامس بيني وبينه، صار تلامس بيني وبينه كان دايركت اور اندايركت ويا حاجياته واغراضه، واني بالطفوله ما منصاب بالتشيكن بوكس ولا حتى ما اخذ لقاح، مش راح تظهر عندي اصابه، ما يظهر عندي شينجلز، يعني الشينجلز ما ينطي شينجلز، راح يظهر عندي تشيكن بوكس. وصلت الفكره؟ الشينجلز لا محالة بالأشخاص المصابين بالشيكن بوكس بالطفولة، لكن إذا صار انتقال من شخص مصاب بالشينجلز لشخص سليم ممكن هنا رأسا هي يصير عنده شيكن بوكس، لأن هو ما ماخذ شيكن بوكس من هو طفل، ما مصاب بهذا المرض وما ماخذ فاكسينيتد. فهذه الفكرة من عندها. الباثوجينيسيس اوف شيكن بوكس، the virus is enter the body through the upper، نفس الكلام من عيده حتى ما اطول عليكم. يقول ممكن يكون دخول عن طريق الجهاز التنفسي، ممكن عن طريق الكونجكتيفا ملتحمات العين، وهنا راح يصير اصابه للمرض
الماكروفاج والنيوموسايت الموجودة بالريسبيراتوري ميوكوزا، ومن ثم ينتقل للليمف نود، وأنا شرحت لكم إياها بالتفصيل بالشريحة الأولى بالميزلز، بعدين يوصل للدم، وبعدين يروح للليمفوسايت والمونوسايت وينتشر للأعضاء الداخلية، وشرحت لكم إياها. ممكن يصيب الليفر، السبلين، وأعضاء أخرى بالجسم. لحد هنا هذا نسميها برايمري فايريميا. برايمري فايريميا، من أسألك الميكانيزم اوف باثوجينيسيس اوف بارسيلا زوستر فيروس، تقول لي تو تبدي تشرح لي من اول ما يدخل الفيروس عن طريق الجهاز التنفسي لحد ما ينتشر بالانترنال اورجان ليفر سبلين وهكذا ويوصل للاندوثيليال سيستم، هذه اسمها برايمري فايريميا. او بالعكس، شنو يعني برايمري فايريميا بحالة الشيكن بوكس؟ بعدين وراها ورا 14 يوم الفيروس راح يبدي يصيب التي سيل، زين، والفيروس يبدي يروح للتارجت اورجان اللي هو هدفه شنو؟ الجلد. هو يوصل للجلد ويصير طفح جلدي. هنا أنا من يوصل للجلد صارت عندنا سكندري فايريميا، فهذه هي مرحلة السكندري فايريميا. مظهر هذا الطفح الجلدي هي فتح حبيبات كبيرة حمراء واضحة جدا، راح نشوف هذا الطفح منتشر على جلد الشخص المصاب. طيب الباثوجينيسيس المن للشينجلز. الشينجلز يقول following the primary infection الفيروس، قلنا انصاب الشخص بالشيكن بوكس ورا هذه الإصابة الأولية وطاب من عنده، الفيروس راح يبقى مختبئ في مناطق معينة اللي هي الجنجليا، بالجنجليا الروت جنجليا هنا بالعقد العصبية، ويظهر يصير ري اكتيفيشن إلى بعدين عند البلو ويظهر عنده الشينجلز. ايش وقت خاصة لما يصير عنده ضعف بالجهاز المناعي؟ تعرفون احنا دائما احنا نقول كذا مرض منتشر بكبار السن، ليش؟ لان مناعتهم ضعيفة، فيظهر بالأشخاص اللي هم أعمارهم 50 أو كذا لما يصير عنده immune system weakness. هنا هذا الفيروس يبدي بالحركة، قلنا على مسار عصب معين في جلد الشخص المصاب، وبالتالي راح يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي على شكل حزام. ده تشوفون هاي من جهة الظهر، من جهة البطن، لأن هو هنا ينتشر وحركته راح تكون على مسار عصب معين، فهاي اجت التسمية بالحزام الناري. فتشوفون يظهر هذه منطقة الظهر، هذه الصورة أمامكم، ومنطقة البطن. أعتقد هذه الصورة أوضح الطلاب شوية. هذه هسه الصورة توضح شلون الـ common site of shingles. احنا قلنا ممكن يصيب الرأس، ممكن العنق، النيك، وممكن الجذع. شوفي هذا ماخذ الصورة بالفرونت يعني من جهة الأمام، وماخذها بالباك من جهة الخلف، وشلون صاير مثل الحزام من جهة البطن. ليش صاير مثل الحزام الناري؟ لأن هو حركته راح تكون على مسار عصب معين. هذه الصورة الثانية هم شارح بها هذا البيشنت الرافع ايده شلون منتشر هنا جوا أبطة ممتد على البطن. هو يصير أكثر شيء من جهة البطن، من جهة الظهر ياخذ شكل الحزام. دكتور، في سؤال. تفضل. يكون على مسار الدرماتوم؟ مسار عصب معين، نعم، يصير عليه ويظهر. هو أصلا يختبئ بالروت جانجليا، مثل شوفي هاي من مجموعة مثل الهيربس. الهيربس اللي سامعين هاي لطمة حمى اللي يصير بالشفة، طلاب شايفيها كلكم، هذه بالأصل هي هيربس. هذه بس ينصاب الشخص مرة واحدة، أوكي، انصبت وصارت لطمة حمى وطبت منها، بعدين هاي اللي نسميها حرارة، حرارة تصير بالشفة. لو تلاحظ انه انت اذا نقلت العدوى لشخص معين، انت بيا منطقة ظهرت عندك، كل مرة بعد خلص هو صار هيدينج بالجسم، كل مرة راح يظهر بنفس المنطقة. فتشوف كل ما ترتفع درجة حرارتك، او مرات حتى حالة نفسية، كل ما الشخص يتعصب تصير عنده لطمة حمى بنفس المكان اللي ظهرت بيه، فممكن يظهر على مسار دكتورة ممكن سؤال؟
دكتورة، هي هاي لطمة الحمى الانتقال مالتها يكون بس بالاكتيف فيز؟ لو يعني حتى اذا الواحد راحت عنده هو حامل الفيروس هم ممكن ينقلها، لو بس لما تكون اكتيف يعني وظاهرة عنده. شوفي، هي مو شرط ظاهرة، هي اكو مرحلة تصير بيها مثل المي، بيها سائل، هي هذا السائل هو بس يطلع يعدي. زين، هي بالبداية تصير حمراء، لا ما بيها يعني ما تعدي بهاي الفترة، بس يتكون السائل بداخلها، لذلك يقول لك ابد لا تلعب بيها من يصير بيها سائل، بس تنفجر بدليل ثاني انه انت ظهرت عندك بالجهة اليسرى. زين، وحمرة، اوكي حمرة هسه هي بعد هي ما راح تنقل الاصابة، من يتكون بيها السائل، من تنفجر يظهر السائل، نقول مثلا بصبعش نقلتيها للجهة الثانية، فهي راح تظهر بعد عدة هنا وهنا وهنا، فهذه هي الانتقال يكون عن طريق هذه المادة السائلة بهذه المرحلة يكون الانتقال، تنتقل للشخص، يصير نعم فد تلامس تمام. معين وتلامس مباشر. الفيروسات يعني بالبداية هذه أول فترة لا ما تنقل، ورا يومين ثلاثة تكون الانتقالة مالتها. differential diagnosis of shingles، هنا طبعا ممكن يصير كونفيوز، بس العفو طلاب، بس خلي اشوفه، هواي مسجات وصلت. ماشي، ممكن يصير كونفيوز شينجلز وبين other skin infection، يعني هذا شينجلز، هذا هيربس، فممكن يصير كونفيوز، اللي هي منو ممكن يعني يصير اختلاط بالموضوع بين الهيربس سيمبلكس فيروس، بين الديرماتايتس، امبيتايجو، كونتاكت ديرماتايتس، كانديدايسيس اند انسكت بايت. اللابوراتوري دايجنوسيس نفس الحالة، احنا عندنا فيروس نتعامل ويا فيروس، بالمناسبة طلاب ترى البكتيريا والفنجاي والباراسايت ما يسووا لها ايزوليشن على السيل كلتشر، خلوا بالكم البكتيريا كلتشر ميديا، اكو اوساط زرعيه خاصه بالبكتيريا تشخيصها، ومعروفه الاوساط الزرعيه، حتى اذا تريدون نجيب لكم معلومات مرتبه وحلوه، انه هي على بلاد اجار، ماكونجي اجار، شوكليت اجار، وبعد نيوتريانت اجار، هواي اجارات، المهم اجارات هي لتشخيص البكتيريا، كلتشر ميديا، كلتشر ميديا السيل كلتشر، الخلايا الزرع على الخلايا فقط خاص بالفيروسات فقط، خلوا ببالكم الأجارات خاصة بالبكتيريا والفونجاي، والسيل كلتشر من نعز الفيروس على الخلايا فقط للفيروسات، وممكن عن طريق اختبار التي زانك تيست، ومن ثم يتم الفحص بالمجهر الإلكتروني، لكن هذا يعني الاختبار ما نقدر نميز هنا بين الهيربس سيمبلكس فيروس وبين الفارسيلا زوستر فيروس، يعني اختبار ما نقدر نعتمد عليه 100%، يصير فد يعني اختلاط بين الهيربس سيمبلكس فيروس وبين الفارسيلا زوستر فيروس، لكن الميونو فلوريسانس اون سكين سكراب ممكن هي تميز بين اثنين. اختبارات سيرولوجية، اي نعم سيرولوجي ايضا نقدر ان نسوي ديتكشن لهذا الفيروس عن طريق the presence of IgG اللي هي تدل على الباست انفكشن، ووجود الاي جي ام بالاصابة الحديثة. هو شو وقت يظهر طلاب الاي جي ام يرتفع، وشو وقت يرتفع الاي جي جي؟ يقدر واحد يجاوبني شو وقت يرتفع على بلا بلاد؟ الاي هي مكتوبة، بس الواحد يفهم لي اياها. دكتورة، الاي جي جي يرتفع اذا انطي فاكسين او الاصابة كرونيك، الاي جي ام اذا اكيوت. بعد شدوا للاي جي جي وشدوا للاي جي ام، بعد منو عنده جواب ثاني؟ دكتورة، والاي جي ام يطلع تقريبا اول اسبوعين هيجي، عشت ايدك. والاي جي جي لا بعد الاسبوعين. اني مريضة وحولوني قالوا لي سوي اختبار اي جي ام واي جي جي، يسألني الطبيب انت شو وقت بدت عندك اعراض المرض؟ لي يومين ثلاثة. استوني انا تمرضت، هنا راح يطلع عندي الاي جي ام مثل ما قال. شو اسمك ماما؟ شو اسمك؟ على عبد المضر دكتور.
علي، علي عبد الرضا، انت شلون؟ علي عبد الرضا. أنا مريضة ورحت سويت تيست زين، فهنا المفروض يطلع عندي الاي جي ام هو العالي، لكن أنا تمرضت وشفيت من المرض، ورا اسبوع اسبوعين رحت سويت اختبار راح يظهر عندي الاي جي جي. هاي الملخص مالته، يظهر ورا فترة يدل انه يعني ما صايره بيكم انه شخص قال اني فتره كورونا والله اني شلت قمت اعطس ما اعرف شنو وحجرت نفسي بالبيت وما رحت للطبيب خليت علاج، بس هو بقى بشك بكورونا لو ما بكورونا، ورا اسبوعين ورا ثلاثه او دراح سوى اختبار. ايش تتوقع ايش طلع عنده منه المرتفع؟ اي جي ام لو اي جي جي؟ دكتورة الاي جي جي، الاي جي جي. فقال له يا بنت كنت مصاب، فالاي جي جي ارتفع بعد فتره والاي جي ام بدايه الاصابه. ممكن نتحرى عن هذا الفيروس بتقنيه البي سي ار، كلكم تعرفوها، العينات اللي ياخذوها ياخذون فد مسحات وسكرابيك من السكين ليجن، ولهذا السبب انا اقولكم هذا السائل الموجود بهذه البثور بهذه الحبيبات بهذه الحويصلات هو المعدي، فمن يريدون ياخذون فحص ياخذون من هذه السوائل الموجوده لان هي اللي تنقل الاصابه. الكنترول اند بريفنشن، There are three antiviral drugs can be used for the treatment of chicken pox. ثلاث أدوية ممكن أن يستخدموها بالتريتمنت للشخص المصاب بتدير الماء، اللي هي سايكلوفير والفال سايكلوفير والفان سايكلوفير، بحيث تبدو أنه هناك اختلاف، أكو اختلاف بسيط بالفعالية بيناتهم، لكن هاي ثلاث أدوية ويعطوها. وانتو إذا شايفين الطفل ينطوه علاج مسح أكثر شيء، مسح للحبيبات اللي ظاهرة والحويصلات الظاهرة على الجلد، فيوصون الأم اللي شو ما تمسحين اللي شو ما تمسحين الحبيبات علاج. لقاح اللي هو live attenuated viral vaccine اللي يسمى بالورسيلا vaccine used to prevent chicken pox، عادة هذا يعتمد على شكل ينطوب 2 doses between ما بين 12 إلى 15 شهر، والسكند دوز بين 4 إلى 6 سنوات. إذا أكو علاج وأكو لقاح. طيب البريفنشن للشينجلز، البريفنشن للشينجلز أيضا أكو لقاح اللي هو لايف اتنويتد فيرال فاكسين، يسمى بالتريد نيم اللي هو اسمه زوستا فاكس، لقاح الزوستا فاكس اللي هو اكتشفوه بسنة 2006، وأيضا يطول الأدلت اللي هو الأعمار مالتهم 50، وعلى شكل وان دوز. اللي يريد تفاصيل عنه بس اكتب بالجوجل زوستا فاكس فور بريفنشن اوف شينجلز، او بس تكتب زوستا فاكس فاكسين راح تطلع لك تفاصيل عنه. ينطوا بجرعة واحدة ويمنع الإصابة بهذا المرض. طلاب لحد هنا كملت محاضرتنا، إن شاء الله يا رب تكون المحاضرة بسيطة وسهلة عليكم، يعني قدر الإمكان طولت يمكن وياكم، بس حبيت أوضح لكم إياها كل شوي حتى ما تواجهون صعوبة بيها. إن شاء الله الساعة 12 أريكم تنتظرون دكتور عدنان، لأن قلت لكم راح يجي خطية عنده استشارية 30 يوم عنده مرضى، راح يجي يشرح لكم المحاضرة الثانية، راح تكون كلينيكال بيور. ايش عندكم أسئلة؟ ايش عندكم استفسارات؟ أنا مجرد بيسك يعني أنطيتكم معلومات، اسألوا دكتور عدنان افتهموا أكثر من عنده، وإن شاء الله المحاضرة هي ما كانت صعبة عليكم. أسبوع الجاي نعتبر عندنا كويز إن شاء الله بالمحاضرة، الكويز بمحاضرة محاضرة دكتور عدنان اثنيناتنا راح يكون 5 أسئلة. الكويز من الساعة 8:30 أقفله 9 إلا ربع.